بمقر بلدية الزنتان، عقد رئيس فرع الجبل الغربي للشرطة الزراعية اجتماعا برؤساء المكاتب التابعين له لمناقشة كافة الصعوبات التي تواجه جهاز الشرطة الزراعية. جاء في الاجتماع تقديم توصيات بخصوص ما يحدث من انتهاكات على الغابات العامة من قطع للأشجار والرعي في مشاريع الدولة التي أضحت مهملة بسبب التخريب المستمر. طبعا الإمكانيات معدمة بكل ما تعني كلمة يعني معدمة. زيد على ذلك الاجتماع تكلموا على يعني المشاريع الزراعية التي الآن يعني شبه مدمرة شبه منتهية، وإحنا ما عندناش إمكانية للقيام بمهام عملية. حدود الإدارية شمالا محمية وادي الأثل طبعا وجنوبا المرحان وشرقا ككلة وغربا الرحبات والحرابة، فهمتني؟ هذه الحدود الإدارية اللي نشتغل فيها، هذه مساحة شاسعة جدا يعني ما يقل على 300-400 كيلومتر داخل المساحة هذه. المساحة هذه يعني تتطلب انك بتجيبوا لها بتديروا لها نقاط وبتديروا لها مراكز ونبوا ادارات ونبوا سيارات باش توفر لنا باش نشتغل نقدر نشتغلوا. احنا المناطق هذه ما يقلش على 3-4 بوابات 5 بوابات يعني. جاء في أجندة الاجتماع دعوة المسؤولين على بذل المزيد من الجهد في سبيل حماية الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية، إذ أن العاملين بالفرع يعملون وفقا لإمكانيات ضئيلة، إلا أنهم عاقدين العزم على تفعيل كامل القوى البشرية للفرع والعمل بما هو متاح لحين وصول الدعم إليهم، وذلك للحفاظ على ممتلكات الدولة ومتابعة العمل بشكل صحيح.